نرجع تاني مع بعض، وزي ما اتفقنا في برنامجنا هنلقي الضوء على كل الفرق. والسنه دي فريق غزل المحله بصراحه فريق محترم، فرقه مميزه جدا، عناصر كويسه جدا، سواء العناصر اللي كانت موجوده من السنه اللي فاتت او العناصر اللي تم شرائها السنه دي. يعني بصراحه كابتن محمد عوده عمل اضافات كويسه جدا، واتفرجنا على غزل المحله في 6 ماتشات عمل ماتشات كويسه جدا الفتره اللي فاتت. هو مباراه الاهلي خسرها 3-2، ولكن كانت مباراه صعبه على الاهلي بطل افريقيا، ويعني فضلت المورال الدقيقه 97 معلقه وقدر المحله يرجع. لكن المحله فرقه محترمه جدا. النهارده معانا احمد عفيفي، لاعب سريع جدا، يعني لعب في انديه كتير، لعب في الجونه ولعب في اسوان وفي الاسيوطي وفي بيراميدز والبتروجيت والانتاج الحربي، واستقر بيه الحال بقى دلوقتي في فريق غزل المحله. والراجل السنه دي برضه يعني ال6 ماتشات اللي اتلعبوا بداهم كاساسي، كابتن محمد عوده بيعتمد عليه بشكل اساسي، ومن اللعيبه بصراحه المميزه اللي بتعجبنا دايما احمد عفيفي. ازيك يا عفيفي؟ الحمد لله كابتن تمام، منور، ربنا يخليك يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل، كله تمام الحمد لله. صراحة يعني حتى الان عاملين موسم مميز، او ال6 ماتشات اللي اتلعبوا ظهر فريق المحله بشكل رائع جدا. الحمد لله والله. يعني احنا الحمد لله بادئين بدايه كويسه. اولا بس انا عايز اشكر بس الناس اللي موجوده معانا في اللي هي بتتعب معانا جدا. اول حاجه الجمهور، وبعد كده الاداره وكابتن عوده والجهاز الاداري كل واللعيبه كله بصراحه بيتعب يا كابتن. يعني احنا الاداء اللي احنا بنأديه دوت ما مش من فراغ، كلنا بنتعب طبعا، المنظومه كلها ماشيه صح، عشان كده الحمد لله ربنا بيكرمنا. يعني جماهير كبيره في المحله بتعشق غزل المحله، اداره الاستاذ علي العباسي برضه عاملين شغل كويس جدا لاداره المحله، وقدروا يتعاقدوا مع مجموعه مميزه من اللاعبين، جهاز فني، لعيبه. هو دي ده دايما العناصر اللي تنجح اي فرقه، ولما تكون مكتمله نشوف المستوى اللي احنا شايفينه اللي غزل المحله. اكيد اكيد. بس طيب قول لي بقى اول حاجه، يعني عايز اعرف مشوارك في الكوره، انديه ما شاء الله لعبت في 6 7 انديه، بدات ازاي؟ وبعدين هنتكلم بقى عن غزل المحله وازاي انضميت لغزل المحله في الموسم الحالي. والله كابتن بص، انا البدايه انا اولا من الزاويه الحمراء وبتشرف طبعا، من القاهره من الزاويه الحمراء. القاهره من الزاويه الحمراء وبتشرف. انا بدات اول حاجه في الزاويه الحمراء، وبعد كده ربنا كرم مركز الشباب، وبعد كده رحت نادي مصر القاري، وبنلعب ماتش وكده. ربنا كرمني رحت الجونه شافوك بقى في الجونه. شافوني وبدات بقى القصه. رحت الجونه تمام، كنت صغير بقى يعني 16 سنه 17 سنه حاجه زي كده. بس من المصر القاهري للجونه يعني نقله كبيره. نقله بقى، مسافه بعيده. نقله طبعا طبعا، كان ساعتها غربه. بدات بقى في الجونه، كنت عندك 16 سنه تمام. صعدت الفريق الاول على طول ولا لعبت شويه ناشئين؟ لا لعبت سنتين بالظبط، وبعد كده ربنا كرمني صعدت مع كابتن انور سلامه. وبس لعبت بقى، بدات العب كان عندي 19 سنه مع مستر سوبل. ده كان ده من 9 سنين. كابتن انور سلامه كان يعني اعتقد 2000 وكام 12 ممكن. 2012 صح؟ كنت في نادي الجونه. قعدت في الجونه قد ايه بقى؟ انا قعدت في الجونه 7 سنين. 7 سنين بالناشئين. من الناشئين تمام. يعني بفتره الناشئين. وبعد كده بقى الانديه اللي انت اسوان والاسيوطي وبيراميدز وبعد كده رحت عقرة بقى اسوان. لعبت سنه مع كابتن عماد النحاس، وبعد كده ربنا كرمني بقى رحت الاسيوطي مع كابتن علي ماهر وبس. وبعدين الاسيوطي تحول لبيراميدز، كملت برضه، كملت مع بيراميدز، وبعد كده رحت بتروجيت مع كابتن عوده. يعني لعبت مع كابتن عوده قبل كده؟ طبعا. عشان كده هو جابك او عارفك بقى فجابك معاه. يعني معاه انا ببقى حد تاني يعني. صاحب الفضل عليا طبعا بعد ربنا في اللي انا فيه، كابتن اللي انا بوصل له. طبعا الراجل دوت يعني ادي له حقه بصراحه، يعني في كل حاجه، وهو بيتعب معانا جدا كمان. احنا كابتن كريم، احنا انا قاعد هناك في المحله، انا بنزل من الساعه 2 من بيتي بوصل الساعه 8 البيت. يعني بقى تقعدوا مع بعض وتشتغلوا جيم وتتمرنوا، كل حاجه بنعملها. طب ما دي حاجه كويسه على فكره. طبعا التجانس ده واللي انتوا تقعدوا مع بعض فتره غير التدريب، لا دي حاجه بتخلي الفرقه تقرب من بعض صح. وكمان كل حاجه متوفره، الاداره ما شاء الله، احنا بنكسب يا كابتن، نتعادل تاني يوم مكافاه. يعني دي حاجه برضو انا ما شفتهاش قبل كده بصراحه في انديه كتير. ايوه في الانديه الكبيره يعني بيراميدز يعني. بس هي دي يعني ايه، ده النجاح. النجاح بيجي من هنا. ايوه كل حاجه متوفره، فربنا بيكرم. تبقى انت لازم مرتاح فبتأدي بس مع الشغل بقى. طيب انتوا عملتوا ماتشات كويسه قوي السنه دي، يعني تعادلتوا مع المصري في البدايه. تعادلتوا مع الاسماعيلي اخر ماتش، هنتكلم عن كل ماتش. كسبتوا امبي 3-0، كانت نتيجه كبيره. ماتش الاهلي عملتوا ماتش جامد جدا، كنتوا خسرانين 2-0 ورجعتوا، وده صعب ان انت ترجع مع فرقه زي الاهلي 2-2
واتغلبتوا في الاخر في الدقيقه 97 بالفاول بتاع علي معلول. تمام. يعني الاداء ده اكيد ليه اسباب. اكيد انت بتتكلم دلوقتي في اداره، في جمهور، في لعيبه، في جهاز فني، لكن التوليفه حلوه. تمام. يعني لو اتكلمنا كده عن زملائك في الفرقه طبعا في كل المراكز هنلاقي اللعيبه اللي موجوده مع اللعيبه اللي جت عملتوا فرقه كويسه. ما شاء الله كابتن، اللعيبه كلها لعيبه كبيره. حتى الناس اللي كانت موجوده، يعني احنا الحمد لله رحنا معاذ، كابتن ابراهيم صلاح، سيد الشبراوي، دي لعيبه جديده. دي لعيبه جديده معانا بقى، القديم كاماتشو و فتح الله، خالد الخميمي، اشرف سيد، نادري، عبده يحيى، هشام بلحه. لا اللعيبه كلها لعيبه كبيره. صغيرين في السن بس لعيبه كبيره جدا. جبتوا باولين فافي وابراهيم اكونيه وحميد ماو، حميد ماو وابراهيم صلاح وشبراوي، يعني احمد غنيم. واحمد غنيم. يعني كلنا الحمد لله التوليفه حلوه. يعني كلنا الحمد لله لعيب الكوره، و يعني كل عنده حلول. ايوه ودي الميزه. مفيش حد بيخاف، مفيش حد وبرضه دي بترجع من كابتن عوضه. طبعا احنا بننزل بندوس في اي حد، يعني دي الميزه. مفيش لعيبه مش خايفه، خلاص هم خدوا بقى السنه اللي فاتت، خلاص بقى اللي هي الهيبه بتاعت الدوري الممتاز خلاص راحت. بالظبط. بقينا بننزل بندوس اي حد، هم مساعديننا. يعني احنا مساعدينهم وهم مساعديننا برضه بصراحه، يعني ايوه اديهم حقهم برضه. انتوا تعادلتوا 3 ماتشات وكسبتوا ماتشين. كسبتوا ماتش امبي 3-0، وكسبتوا ايسترن كومباني او الشرقيه الدخان 2-1. تمام. وخسرنا ماتش 3-2 وتعادلتوا مع الاهلي. خسرنا الاهلي، سوري، خسرتوا من الاهلي، تعادلتوا مع الاسماعيلي، وتعادلتوا مع المصري. تمام. صح؟ تمام. ولا في حاجه ثانيه ناقصاني؟ لا تمام. طيب قول لي، يعني لو مسكنا من بدايه الدوري، الناس كلها قبل الدوري ما يبدا قال لك المحله ايوه حسن. يعني سوري في الكلمه، جمهور المحله ما يزعلش، بس الكلام ده اتقال قبل بدايه الدوري، قال لك المحله مش منظمه والدنيا، كان كابتن مختار موجود وبعدين جه كابتن عوده ما لحقش. تمام. محله من الفرق المرشحه اللي هي تهبط، ولكن فوجئنا فرقه، لا فرقه قويه الحمد لله. قول لي البدايه، يعني بداتوا ازاي فتره الاعداد، عملتوا ايه؟ احنا بادئين، يعني انا ما رحت متاخر شويه، كنت رحت انا يعني قبل القيد بيوم، انا رايح المحله قبل القيد بيوم. بشكر الاداره جدا وباشمهندس علي العباسي بصراحه، يعني تعب في الموضوع ده جدا. قول لي بقى تفاصيل انضمامك، انت كنت في الانتاج الحربي السنه اللي فاتت. كنت في الانتاج. رحت المحله ازاي؟ رحت المحله، كان قبليها انا كنت رحت طلع الجيش، مضيت. مضيت في طلع الجيش. مضيت. فحصل مشاكل كده مع كابتن حبيب بسوني. تمام. بص يا كابتن، احنا يعني اي فرقه باللعيبه، ودي الميزه يعني الكابتن وده بيعملها، احنا بنتفرج عليها كتير جدا. فبنحفظ كل الخطوره بتاعتها منين. بتتفرج عليها فيديو؟ طبعا، مره واثنين وثلاثه واربعه. تذاكروا الفرقه؟ بنذاكر فعلا. وبعدين في الوقت الضايع واتحسب الفاول، حسيت من جواك ان ممكن الماتش يروح قبل ما الكره تيجي؟ حسيت. طبعا. بعد التعادل احنا قلنا خلاص الماتش خلص. كانت خلاص الدقيقه 95 بتهيألي، دقيقه 97. خلاص. فقلنا بقى كابتن حنفي خلاص هيصفر، ف عشان طبعا الوقت فيه وقت عدى فهو زود، فخلاص حسب الفاول. حسيت ان الفاول ده هيجي منه، هيجي منه جوه. طبعا علي معلول بعد ما الهدف الثالث جه، يعني حسيت بايه؟ كنا هنموت. كنا هنموت. بتبقى صعب لما بتخسر في اخر دقيقه. لا كنا هنموت يا كابتن، الموقف كان صعب جدا. الموقف كان صعب. خلاص الماتش خلص. مره واحده لقينا خلاص 3-2، الماتش راح تاني. راح خلاص. ما هي المشكله دي بتجيلك اللي انت ايه؟ 2-2 تعادلت مع الاهلي وكنت خسران، ده كل ده في ثواني يا كابتن. ده وبعديها يروح داخل فيه الجول، فبيجي لك صدمه. خلاص. ده كل ده في ثواني، ما كملش. ايوه يعني احنا فرحنا وحزننا في نفس الوقت. بس عملتوا انطباع كويس جدا الحمد لله. والله جمهور المحله شايفه ازاي؟ هل في ضغط عليكم، ولا انتوا واخدين الجمهور ده كعامل مساعد ليكم انه يحفزكم ويحمسكم؟ يا كابتن عامل مساعد جدا، ده في اي ماتش، مفيش ماتش لحد دلوقتي في الدوري الجمهور مش ورانا فيه. كل ماتش الجمهور بيبقى معانا وتحفيز وكل حاجه. لا بجد انا بشكرهم جدا، يعني هم برضو سبب من الاسباب اللي احنا نوصل. شفتهم معاكم في اسماعيليه، يعني بيلفوا وراكم في اي مكان يا كابتن. في اي مكان، ست ماتشات في اي مكان الجمهور ورانا. وده برضو بيحفزنا جامد في الملعب، يعني بيدينا دفعه مش طبيعيه. وانا طبعا يعني بتمنى ان هم يفضلوا والعدد يزيد كمان ان شاء الله الماتش الجاي بالذات. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هنطلع فاصل عشان الماتش الجاي مع البنك الاهلي. في المحل. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل مع احمد عفيفي لاعب غزل المحله ان شاء الله. ان شاء الله.
نرجع تاني مع احمد عفيفي لاعب غزل المحله، وكنا بنتكلم عن فريق غزل المحله وماتشاته اللي اتلعبت فيه، ماتشات السته اللي اتلعبت فيه بطوله الدوري حتى الان، وتالق فريق غزل المحله. وزي ما قال احمد عفيفي بصراحه الامور كلها كويسه وايجابيه في المحله، سواء جماهير، اداره، لعيبه، جهاز فني، الكل يعني بيحاول يجتهد عشان المحله يظهر بالشكل. هتقدروا تكملوا على كده يا احمد، ولا شايف ان المحله فتره معينه والكيرف ممكن ينزل؟ لا كابتن والله احنا عندنا هدف. السنه اللي فاتت خلي بالك المحله عامله الدور الاول كويس قوي. ايوه أنا الدور الثاني كان يعني النتائج نزلت بشكل كبير جدا. احنا عندنا هدف السنه دي ان احنا ان شاء الله نكون في المربع. هي فعلا ممكن تكون امكانيات شويه مش زي الانديه الثانيه بس احنا عندنا هدف ان شاء الله باذن الله بنلعب عليه، مربع ذهبي ان شاء الله باذن الله. وشايف ان تقدروا نقدر طبعا كلعيبه وكاداره كنادي كله يقدر طبعًا يكمل طبعا الاداره طبعا يعني بدل هي في ظهرنا دايما على طول باذن الله، والجمهور والناس كلها طبعا في الشارع وكده ان شاء الله باذن الله نقدر نكمل. تعرف اخر مره المحله دخل في المربع الذهبي كان سنه كام؟ نعم متصفيق. 2003 2004 المحله ساعتها في المركز الرابع في الدوري، ودي كانت يعني حاجه كويسه جدا للمحله. من ساعتها المحله بيطلع وينزل يطلع وينزل، يعني ما كانش بيحقق مراكز في بطوله الدوري. ايوه بص يا كابتن عوده دايما بيكلمني يقول انتوا الجيل ده الناس كلها شايفه فيكم ان انتوا ممكن تقدروا تعملوا حاجه، تقدروا تبقوا في المربع. دايما كان كابتن عوده معانا على كده، ان احنا ان شاء الله دايما يعني نركز ان احنا كل ماتش ناخد كل ماتش بماتشه. ايوه يعني الماتش ده خلاص عدى، مكسب بخساره بتعادل خلاص هو عدى، الشوط اللي بعده احنا عايزين نبقى في المربع. ده اللي اللعيبه كلها دلوقتي بقت تبص له، مش ان احنا نقعد في الدوري، لا احنا عايزين نبقى في المربع. كل اللعيبه في دماغها كده، فاحنا ان شاء الله بنسعى. انت قلت لي من شويه بتتفرج على الماتش، الفرق اللي انت هتلاعبها شايف الدوري عامل ازاي السنه دي؟ الفرق اللي انت عاجباك في بطوله الدوري شايف الامور ازاي في بطوله الدوري؟ لا الدوري السنه دي يا كابتن انا يعني بقالي بتاع 8 سنين 9 سنين في الدوري الممتاز، انا ما شفتش كده. يعني الدوري السنه دي صعب جدا، قوي جدا، قوي جدا. كل طبعا انديه ما شاء الله يعني الفرقه كلها جايبه لعيبه وصارفين فالدوري عشان كده قوي جدا. يا رب يفضل كده على طول ان شاء الله. مين الفرق اللي انت معجب بيها اللي اتفرجت عليها لغايه دلوقتي في بطوله الدوري؟ بنك الاهلي، فيوتشر، مين تاني؟ المصري برضو، مصر، بيراميدز. بيراميدز عاملين برضو نتائج كويسه جدا ما شاء الله. الاهلي والزمالك اخبارهم ايه؟ لا طبعا دول في حته ثانيه، دول في حته ثانيه خالص. شايف المنافسه ازاي في بطوله الدوري؟ مين اللي هيقدر ينافس على الدوري؟ طبعا الاهلي متصدر، الزمالك بطل الدوري السنه اللي فاتت، بيراميدز داخل معاهم، شايف مين اللي هيقدر يكمل وينافس الاهلي والزمالك؟ الاهلي والزمالك بس يعتبر ممكن يخش معاهم بيراميدز. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله نخش احنا معاهم برضو باذن الله، غزل المحل باذن الله. طموحنا والله يا كابتن كده ان شاء الله ممكن يخش برضو فيوتشر، بنك الاهلي، النادي المصري، فرق. وبتمنى ان النادي الاسماعيلي نتمنى كلنا يرجع، بس طبعا في ظل الظروف والنتائج صعب ان هو يروح للمراكز المتقدمه بعد البدايه السلبيه في الست اسابيع الاولى. الله يكون في عونهم بصراحه. يعني انا بعذر الجمهور جدا في اللي هو فيه، وبدعي لهم والله ان هم ربنا يكرمهم ان شاء الله ويطلعوا من اللي هم فيه ده ان شاء الله. احمد عفيفي دايما بنتفرج عليك لعيب سريع بالكوره ومن غير الكوره، السرعه دي عندك فطره ولا انت نميتها؟ يعني كانت عندك وانت صغير السرعه؟ لا كانت موجوده، كانت موجوده. كانت موجوده. بنشوفك دايما على الوينج وطاير بالكوره ما شاء الله، عندك سرعه عاليه جدا، حتى السرعه في لعبك في الريتم لعبك. الحمد لله يا كابتن. يعني الواحد برضه بيطور من نفسه يعني. انا شغال دايما يعني، حتى شغال مع كابتن احمد جميل ده مدرب برايفت عندي، مدرب بره الفريق. ده شغال مع لعيبه كتير، شكري نجيب، محمد شريف، لعيبه كبيره كمان، بيطور ادائك وبيزود سرعتك. بشتغل معاه دايما بروح له، فمفيش حاجه يا كابتن بتيجي من فراغ يعني. كله لازم بيجي بالتعب بصراحه. مين اكتر نادي انت يعني اتبسطت فيه او لقيت نفسك فيه في الست انديه اللي انت لعبت فيهم؟ هو ممكن رقم واحد حط طبعا الجونه، جون بيراميدز، بتروجيت طبعا، غزل المحله. انا الراحه النفسيه اللي انا شفتها في غزل المحله والله ما شفتها في اي نادي تاني. استقبال الجمهور والناس هناك والاداره بصراحه لا حاجه محترمه جدا. انا حاسس ان انا قاعد في المحله هناك، انا حاسس ان انا قاعد والله في بلدي. انا عايش في المحله، بتروح وتنزل القاهره وتيجي يعني في بعض لا. انا قاعد في المحله. قاعد هناك يعني قاعد في سكن اللاعبين ولا جايب شقه؟ لا انا قاعد في شقه، جايب شقه.
لا الناس هناك كان حاسس ان انا قاعد في بلدي فعلا، بسط حرب عايز لعب سريع. بس هي دي. مين اللعيبه اللي انت بتستريح تلعب جنبهم في المحل او بتستمتع بادائهم؟ بستمتع بادائهم في، لا كلهم بصراحه، في اب سمير، عبده يحيى، هشام بلحه، يحيى حامد، معاذ الحناوي، فتح الله، كلهم 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 ما شاء الله لعيبه اسماء مميزه جدا. وفي خالد الاخميمي واشرف سيد، دول يا كابتن يعني ما شاء الله لعيبه كبار جدا. هم ما شاركوش كتير الفتره اللي فاتت بس من بجد كباتن لعيب لعيبه كبيره جدا، لعيب الكره كبيره جدا يا كابتن. ان شاء الله الواحد يعني نشوفهم الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله تعملوا حاجه كويسه سنة. ان شاء الله. مين بقى اللعيبه اللي بتعجبك في بطوله الدوري، او انت كنت بتحب مين من اللعيبه الكبيره في مصر ممكن يكون اعتزل يعني؟ لا هو موجود. مين؟ كابتن شيكابالا. شيكابالا، تحب شيكابالا جدا. من صغري بتتابعه وبتحبه جدا جدا جدا. يعني ده انا بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، طول عمري يعني من ساعه لما وعيت على الكوره انا بحب كابتن شيكابالا. تحب شيكابالا جدا. لعبت ضده اكيد ماتشات كتير. تقعد تتفرج عليه في الملعب ولا؟ صراحه لا. بس يعني بتتابعه دايما وبتحب طريقه لعبه وشغله مع نادي الزمالك جدا. اكتر مدافع لعب عليك انت يعني بتتضايق منه وبتبقى يعني حاسس ان ماتش رخم لما بيلعب عليك؟ كابتن احمد فتحي. احمد فتحي، كابتن احمد فتحي. احمد فتحي لعيب مميز. طبعا بتلعب ناحيه الشمال فناحيه احمد فتحي بيبقى باك رايت. بتشجع مين بقى في مصر؟ المحله. غير المحله ده، بقول الشمال يبقى زمالك. المحله صح. المحله مش عارف. مش عارف. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع احمد عفيفي لاعب غزل المحله. ضغطت على احمد عفيفي في الفاصل وقلت له لا، هتقول لي انت اهلاوي وزملكاوي. اعترف في واحنا قاعدين في الفاصل بنتكلم، اعترف قول اهلاوي ولا زملكاوي؟ خلاص يا كابتن انت قلت لي هقول اهلاوي. زملكاوي. زملكاوي. عندي تقول لي انا زملكاوي جدا. انا لو مش زملكاوي هيقتلوني في البيت. والله؟ طبعا. ليه بقى؟ انا عندي ما شاء الله ما شاء الله 9 عمام. 9 عمام والدك وتسع عماء وتسع كله زملكاوي. العشرة كله زملكاوي. كلهم زملكاويين. كلهم العيلة يعني. كله مفيش حد. وانت طالع بقى بالوراثة زملكاوي. هي دي. كله كله زملكاوي. يعني يوم ما انا بلعب ضد الزمالك مفيش حد يشجعني اصلا. بيشجعني الزمالك. يعني انت لما بتلعب ضد الزمالك والدك وعمامك بيشجعوا الزمالك ما بيشجعوكش؟ لا 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 خالص. ده يعني زملكاوية زملكاوية جدا يعني. لا لا. طب ما بتقولش ليه الكلام ده فيك؟ اقول ايه؟ لازم اضغط عليك في الفاصل. هنعمل ايه طب يا كابتن؟ وانت بتحب الزمالك. بس طبعا مالهاش علاقه لا 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 لا. لما بتلعب ضد الزمالك بتطلع لا احسن شغلك. شغلي اكل عيشي طبعا. فشايف الزمالك السنه دي ازاي؟ هما البدايه مش موفقه شويه يعني. ده اللي انا حاسه يعني. البدايه مش زي السنه اللي فاتت. فماتش الاهلي كمان دوت يعني فرق. فرق كتير. فرق بالسلب. شايف الزمالك هيقدر يتدارك الامور الفتره الجايه ولا الاهلي فرق خلاص؟ لا لا ان شاء الله هيقدر. باذن الله هيقدر. نادي الزمالك نادي كبير جدا، ونادي الاهلي طبعا نادي كبير، بس بتمنى نادي الزمالك يرجعوا لمكانتهم ان شاء الله في الدوري. شفت القرعه النهارده بتاعت كاس العالم بالنسبه للنادي الاهلي؟ هيلعب مع مونتيري المكسيكي. في المباراه الاولى للاهلي في دور الثمانيه في شهر فبراير ان شاء الله. شفت. شايف القرعه ازاي؟ السنه اللي فاتت الاهلي خد ثالث عالم، والسنه دي الاهلي بعيد عن مواجهه بطل اوروبا. السنه اللي فاتت لعب بايرن ميونخ فخرج من الدور قبل النهائي ولعب على الثالث والرابع. السنه دي طريق الاهلي بعيد عن تشيلسي بطل اوروبا. تمام. ودي يعني دي حاجه كويسه جدا. ان الاهلي ان شاء الله يقدر يحقق مركز كويس في كاس العالم للانديه ان شاء الله. هما بس يعدوا الماتش الاولاني ان شاء الله على خير، وانا واثق ان النادي الاهلي برده بيلعب باسم طبعا مصر طبعا. وان شاء الله يشرفونا. انا واثق يعني النادي الاهلي لعيبه كبيره. ولو كسب ان شاء الله يلعب بالميراس البرازيلي. تمام. اللي كان لعبه السنه اللي فاتت فاكر؟ هما طبعا فرقتين، والاهلي كسب السنه اللي فاتت فرقتين طبعا. جدا طبعا. بطل امريكا الشماليه وبطل امريكا الجنوبيه. تمام. بس النادي الاهلي برده نادي كبير ونادي تقيل. وفي لعيبه يعني اصحاب خبره كلهم، لعيبه كلها منتخبات يعني، ف
ان شاء الله يقدروا يحققوا مركز كويس باذن الله. قائمه الاهلي كمان السنه دي قويه مكتمله وقويه وفيها عناصر كتير جدا. اه طبعا. طيب بطوله كاس العرب يعني ما جاتش في مره كده مثلا جات لك مفاوضات من الزمالك من الاهلي حد كلمك في منتخب مصر انت ممكن تنضم ولا لا ما حصلش الفتره الجايه ان شاء الله. شايف منتخب مصر ازاي في كاس العرب معانا لبنان والسودان والجزائر في مجموعتنا؟ لا هيعملوا مركز يعني انا واثق ان هم هيقضوا بشكل كويس. اللعيبه اللي اتاخدت حتى اللعيبه الجديده لعيبه محترمه على مستوى عالي جدا وهيقضوا بشكل كويس. وطبعا مستر كروش طبعا مدرب كويس جدا وهيعملوا شغل ان شاء الله باذن الله في كويس في البطوله. ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. عندنا المباراه الاولى لبنان يوم الاربعاء وبعدين السودان يوم السبت وبعدين الثلاثاء اللي بعده هنلاعب منتخب الجزائر برضه. منتخب الجزائر جاي مجموعه جامده جدا واسماء كويسه جدا في المنتخب الجزائري. النادي اللي انت بتشجعه بقى غير اللي في مصر النادي اللي بتشجعه بره مصر؟ بره مصر ليفربول. ليفربول عشان محمد صلاح طبعا. محمد صلاح النهارده كلنا زعلنا بال ان هو يعني بعد خالص عن حتى الثلاثه الاربعه اللي في المقدمه. حاجه غريبه خد المركز السابع. انا مش فاهم يعني حاجه غريبه جدا. احنا قلنا ان شاء الله يعني هو المفروض يبقى موجود وسط الناس يعني حتى الثلاثه الاوائل. ايوه بس انا مش فاهم يعني ان شاء الله ربنا يكرمه السنه الجايه باذن الله ويبقى اول واحد باذن الله ان شاء الله. هو كمان يعني سيبك من الجوائز الفرديه ومكسر الدنيا أكيد. في انجلترا طبعا هداف الدوري في انجلترا حتى الان وعامل يعني ما شاء الله ارقام قياسيه كبيره جدا ما شاء الله. ده قدوتنا ده قدوتنا يعني اتمنى له التوفيق ان شاء الله. ليونيل ميسي السنه دي يعني الانجاز الوحيد اللي عمله هو خد كوبا امريكا مع منتخب الارجنتين. لكن انجازاتي على مستوى النادي ما كانش فيه انجازات. ما كانش بياخدها قبل كده كابتن مع الارجنتين وكان بياخدها برضه. بس هو ميسي طبعا طبعا لا ده حاجه جامده جدا. ده حاجه رونالدو حتى السنه دي بعيد في المركز المركز السادس. ان هو ما عملش برضه انجازات مع نادي لوبين. ميسي طبعا كابتن لا يقارن باحد يعني ده في حته والباقي كله في حته تحب ميسي اكتر من رونالدو؟ طبعا ده في حته والباقي كله في حته تانيه بصراحه. عايز اقول لك يعني خبر كده قبل ما نختم. نادي الزمالك بكره في نهائي بطوله افريقيا للهوكي. تمام. هوكي الميدان. الزمالك صعد للمباراه النهائيه ونادي التصنيع اللي هو مصنع الطيارات يعني نادي مصري برضه فرقتين صعدوا للمباراه النهائيه لبطوله افريقيا للهوكي. وان شاء الله التوفيق للفرقتين باذن الله بكره. احمد انا بشكرك ويعني سلم لي بقى على جمهور المحله كله وعلى زمايلك في الفرقه وكابتن محمد عوده وكل التوفيق ليكوا السنه دي ان شاء الله في الدوري. انا كنت مبسوط جدا والله ان انا موجود مع حضرتك النهارده وسعيد جدا يعني يا شباب. الله يخليك يا ابو حميد حبيبي. ابو حميد احمد من اللعيبه المميزه جدا وزي ما اتكلمنا من شويه طبعا المحله عامل يعني شغل كويس جدا في الموسم الحالي. نتمنى ان هم يكملوا بنتائج تليق بنادي غزل المحله في الفتره القادمه. بشكر كل طاقم العمل ونتقابل بكره ان شاء الله على خير في حلقه جديده باذن الله.